صراحة الرياضة تعطي نشاط. نقدر نمارس الرياضة في البيت أو في أي مكان، مش لازم نروح للنادي. عندنا اعتقاد تام بأن العقل السليم في الجسم السليم. 11 سنة حققنا إنجازات كتير. أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج حصة رياضة. حصتنا لهذا الأسبوع من داخل مدرسة أحمد بن محمد الثاني، أحد أهم المدارس القطرية في المرحلة الثانوية. ولكن قبل أن نبدأ الجولة، دعونا نتعرف على أبرز عناوين حلقة اليوم. مدرسة أحمد بن محمد الثاني تاريخ وسجل من ذهب في الإنجازات الرياضية المدرسية. كيف تسير حصة رياضة داخل ملاعب المدرسة؟ ما هي الأسباب التي وضعت مدرسة أحمد بن محمد في مقدمة المدارس القطرية الرياضية؟ وفي فقرة هل تعلم، نتعرف على فوائد الرياضة من الناحية النفسية والعصبية. في منطقة عين خالد تقع مدرسة أحمد بن محمد الثاني، والتي تعد واحدة من أبرز مدارس قطر في المرحلة الثانوية. المدرسة تخدم رقعة جغرافية كبيرة، حيث تمتاز تلك المنطقة بالتمسك بالعادات والتقاليد القطرية. ترى ما هي قصة إنشاء تلك المدرسة؟ المدرسة كاسم عمرها 20 عام، أما منذ أن توليت منصب مدير المدرسة من 11 عام، وهذا العام 12، بدأت بدايتي مع المدارس المستقلة. كانت لي الفرصة أني أحول المدرسة من إلى في سلوك الطلاب والجانب الأكاديمي، لأنها كانت فرصة ممتازة في نظام المدارس المستقلة، أنه كان يعطى الشخص إعداد دراسة كاملة سلوكية أكاديمية مالية، فكانت هذه عبارة عن خبرات إضافية لي أنا شخصيا، إضافة إلى أني وضعت كل ما كنت أفكر فيه من أجل إيجاد بيئة تعليمية جيدة، وركزت على السلوك في البداية بشكل كبير، لأن دائما السلوك له دور كبير في تطوير الجانب الأكاديمي لدى الطالب. طبعا احنا بدأنا من 2006 ب 390 طالب. الآن احنا عندنا في هذا المبنى الحالي 540 طالب. عندنا الستاف تقريبا حوالي 96 من الموظفين. مثل ما انت عارف الآن في عندنا بعض النقص ايضا، لأنهم مفروض اكثر من 100، ولكن هناك نقص في الجانب الإداري والجانب الأكاديمي يتم استكماله من قبل وزارة التعليم. بعد أن تجاوزت الساعة 7 صباحا، يصطف الطلاب بشكل منظم داخل فناء المدرسة ليستمعوا إلى الإذاعة المدرسية ثم النشيد الوطني بصوت يمتزج بالنشاط والحماس. مرافق المدرسة موزعة بشكل مناسب لجميع الطلاب، فالمبنى الحالي اللي احنا فيه هذا نجد فيه أقسام، في كل قسم 5 فصول بكل خدماته، يعني الخدمات جميعها موجودة لهذه ال5 فصول. الفصل يكون فيه عدد الطلاب من 25 طالب إلى يعني حد الأقصى 33 طالب، يعني نقدر نقول في كل قسم في ما لا يقل عن 150 طالب.
نقدم للطلاب خدمات مختلفة، إن كان بالنسبة، لأن احنا في مرحلة ثانوية، فإن كان بالنسبة للطالب اللي يحب يكمل دراسة إن كان داخل قطر أو خارج قطر، هناك خدمات نقدمها، زيارة الجامعات الأجنبية وجامعة قطر من أجل الحصول على معلومات عن كيفية الالتحاق بهذه الجامعات. أيضا يتم توجيه الطالب من أول مستوى يدخل فيه المدرسة، الصف العاشر، بعد ما يقدم أول اختبار نعرض له التخصصات اللي ممكن يدخلها في السنة الثانية، بحيث يعرف أو يحدد ما سيدخل فيه من تخصص في الجامعة. فهو يبدأ من أول سنة يحدد ماذا سيفعل وكيف يحصل على درجات أعلى حسب التخصص الذي يرغب فيه. بمجرد دخولك إلى فناء المدرسة ستقع عيناك على سجل الإنجازات الرياضية لمدرسة أحمد بن محمد آل ثاني، مما يدل على اهتمام المدرسة بالرياضة واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التعليمية. الرياضة في المدرسة ولله الحمد شاركنا في بطولات كثيرة على مستوى دولة قطر، على مستوى المدارس، أيضاً دورات رياضية داخل المدرسة، فنهتم بالرياضة بشكل كبير لأن له دور كبير في صقل شخصية الطالب. أنا أعتقد أن التربية الرياضية متى ما مارسها الطالب فهو يعتبر إيجابي. هنا طبعاً أيضاً يأتي دور الإدارة في أنها ترغب الطلاب في كل الفاسيليتي الموجودة داخل المدرسة واستغلالها أفضل استغلال، وأيضاً من جانب آخر تكون جيدة لصحة الطالب. الخطة الرياضية الأسبوعية للمدرسة يضعها الكادر التعليمي، وهي جزء من الرؤية الشاملة التي وضعتها وزارة التعليم والتعليم العالي، وتكون تحت إشراف مدير المدرسة، ثم يتم تنفيذها بكل دقة وانضباط. في مدرستنا حوالي 21 شعبة دراسية، بمعنى أنه عندنا 21 حصة تربية رياضية. ال 21 حصة هذول متغيرات طبعاً، بحيث أنه ما يكون هنالك صفين في نفس الوقت حتى يتم استغلال الصالة الرياضية على أكمل وجه. فعندنا يتغلغل الجدول المدرسي حصص التربية الرياضية كمادة وكغيرها من المواد الأخرى الأساسية العشرة. احنا عندنا 10 مواد دراسية من ضمنها مادة التربية الرياضية، فيتم التنسيق من خلال الجدول المدرسي بمواعيد مختلفة بحيث لا يتعارض صف مع صف آخر، حتى لا يكون هنالك نوع من عدم استغلال المرافق الرياضية الموجودة في المدرسة. بالنسبة لحصة الرياضة، احنا عندنا حصة واحدة في الأسبوع. بالنسبة لحصة الرياضة عندنا صف 10 و11 و12، في 3 مدرسين، حصة مدتها 50 دقيقة. بنبدأ الحصة بلياقة بدنية، بعد كده بنبدأ في المنهج، المنهج المقرر عندنا إذا كان كرة سلة، إذا كان كرة طايرة، وبعد كده بنبدأ في الجزء الختامي. النشاط اللي موجود عندنا نشاط كامل، بالنسبة في أنشطة داخلية وفي أنشطة خارجية. تعلم، الرياضة تبعد الإنسان عن الأوهام المؤدية إلى الإحباط والعصبية والحزن، ترطب وظائف وأجهزة الجسم الحيوية كالمخ والقلب والصدر وتنظمهم نفسيا وجسديا. الرياضة تواجه الضغوطات النفسية من خلال الجهاز العصبي، كما تؤدي إلى رفع المعنويات، تساعد على تصريف الطاقة الزائدة وتعزز الثقة بالنفس، كما تزيد من الابتكار والإبداع. بعد أن تعرفنا على قصة المدرسة والخطة الرياضية الأسبوعية، دعونا الآن نرتدي ثيابنا الرياضية لنشارك طلاب أحمد بن محمد حصتهم الرياضية، ونتعرف سوياً على كيفية تدريب الطلاب على لعبة كرة السلة. النهاردة احنا كان عندنا صف 11. أول شيء طلعنا طبعاً الصف، بدأنا نحرك الطلاب من فوق بنظام، دخلنا القاعة الرياضية، أول شيء دخلوا على غرفة تغيير الملابس، غيروا ملابسهم، بدأوا ينزلوا الملعب شوية شوية،
بعدين شفنا مين غايب ومين حاضر، خدنا الغياب. بعدين بدأنا ننزل الملعب، شرحت لهم التمرين النهاردة إيه، كنا بنتكلم عن خطط الهجومية والدفاعية في كرة السلة. عملنا إحماء بدني وفي نفس الوقت يكون إحماءنا ده بيخدم المهارة اللي هنستخدمها النهاردة اللي هي كرة السلة. عملنا الإحماء في عنصر بدني مع عنصر مهاري شوية اللي هو الدريبلينج مع الباسنج في الآخر مع الشوتينج على الباسكت، وفيما يخدم المهارة اللي هي بعد كده كانت الخطط الدفاعية والهجومية اللي هي المان تو مان. النهاردة كان عندنا مان تو مان، اشتغلنا شوية مان تو مان كجزء مهاري وخططي في نفس الوقت، وبعدين بدأنا نعمل مباراة مصغرة عشان ينفذ فيها اللي خده طول الحصة النهاردة. حصة رياضة في مدرستنا تدعم الجسم، تنشط الذاكرة، تنشط العقل. مدرستنا بتواظب أو بتحافظ على حصة رياضة أسبوعية لكل طلاب المدرسة للحفاظ على لياقتهم بنيتهم، تفريغ لطاقاتهم من حصص الدراسية دائمة. أنا بحب حصة الرياضة صراحة لأنها بتوفر لنا وقت ممتع بالأسبوع، مشان هيك يعني ما في طالب يعني مش ممكن يحب حصة الرياضة، إنه يعني حصة بتخليه يعمل اللي هو عايزه. أنا بحب أمارس حصة الرياضة لأنها بتعطينا وقت فراغ من بين الحصص الأسبوعية كلها، وبتخلينا نفرغ طاقاتنا ونستريح شوي من المدرسة والفهم والحفظ كله يعني. وأي أكيد أي حد يحب يعني يقضي هيك وقت فراغ. طبعا احنا عندنا برامج كثيره نقدمها للطلاب، برامج ارشاديه، ايضا مثل ما قلنا دورات داخليه يمارسون فيها جميع الالعاب اللي يحبوها، مسابقات، وايضا نشجعهم في نهايه هذه المسابقات بالجوائز اللي تخليهم يعني يبرزوا في داخل المدرسه. المدرسه عندنا شجعت طلابنا على مدى الأعوام السابقة وكانت تتخرج حكام لكرة القدم، وعندنا مدرسة أحمد محمد تعتبر من أكثر المدارس تخريج لحكام كرة القدم. يعني لو طلعت على الدورات اللي حصلت راح تلاحظ في جميع السنوات السابقة كان يتخرج من عندنا ما لا يقل عن 5 إلى 7 حكام سنوياً. عندنا لجنة الحكام القطريين كل سنة بتاخذ من مدرستنا لا يقل عن 15 حكم، وهذول الحكام الآن هم دوليين. الأمر الثاني عندنا اللجنة الأولمبية، مدرسة محمد تشارك بجميع نشاطات اللجنة الأولمبية وجميع الدوريات التي تنظمها اللجنة. ال 11 سنة حققنا إنجازات كتير، منها أول حاجة اشتركنا في تيلي ماتش، دي بتنظمها اللجنة الأولمبية القطرية، بناخد فيها دائما إن شاء الله مركز أول ومركز ثاني على التوالي. عندنا بطولات اليوم الأولمبي المدرسي، بطولة كرة القدم، سلة طايرة، ألعاب جماعية وألعاب فردية. أحب كرة القدم لأنها تدعم الجسم، تنشط الذاكرة والعقل، وعندي مهارة فيها. شاركت مرتين في دوري المدارس، أحرزت مرة البطولة الذهبية المركز الأول ومرة المركز الثاني. شاركت ببطولة دوري المدارس مرتين، مرة حصلنا على المركز الأول، مرة حصلنا على المركز الثالث على ما أظن. ما ينفعش ندخل مثلا كرة طائرة واحنا ما عندناش لعيبة طائرة في المدرسة، مش هنحقق، لأن مدرستنا وإدارتنا ما بتسمح لناش إن احنا ندخل أي بطولة إلا لما يكون فيها تحقيق هدف اللي هو مركز أول وثاني ويمكن الثالث كمان مش من أولويات مدرستنا.
المدارس القطرية تعتمد في رؤيتها التعليمية على الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية، ومدرسة أحمد بن محمد آل ثانية لها باع طويل في الاهتمام بطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، أو كما طلاب دمج التعليم الإضافية، فدائما تدعوهم المدرسة إلى ممارسة الرياضة مع الأصحاء ومشاركتهم في التدريبات، فهم جزء من المنظومة التعليمية. ذوي الاحتياجات الخاصة طبعا يتم دمجهم على حسب الإعاقة الموجودة عندهم. في بعض الطلاب ممكن يكونوا مشاركين باستمرار داخل الفصول، مشاركين في الساحات وفي الرياضة وفي كل الأمور، وبعضهم أحيانا لأن تكون حالات متطورة تحتاج إلى بعض الخصوصية، فلهم غرف خاصة نتعامل فيها معاهم ويتم تدريسهم فيها، وأيضا ممارسة كل ما يحبونه داخل المدرسة. لما وزعنا الجدول أنا ما خلينا أكثر من صف في الحصة الواحدة، حتى يكون المعلمين الثلاث متواجدين في حال وجود طلاب دمج، حتى يساعدوا هؤلاء الطلبة لممارسة الرياضة وأن يكونوا ويعيشوا داخل المجتمع المدرسي مثلهم مثل بقية الطلاب، ولا يشعروا بالفرق أبداً بينهم وبين الطلاب الأصحاء. طلاب الدمج لهم تمرينات خاصة، في فعلاً بيندمجوا مع الطلاب عادي، وبعد كده بيكون لهم جزء في اللياقة البدنية وجزء في المنهج، لهم تمرينات خاصة بيهم. طلاب الدمج من أهم الأجزاء اللي عندنا في القسم، لأن إحنا الحاجة الوحيدة اللي هي لازم نخليه يشارك فيها. طبعاً المدرسة تولي اهتمام كبير بطلاب الدعم، من حيث طبعاً توفير البرامج الرياضية لهم، أيضاً عندنا المشاركة مع الأندية الخارجية، الشراكة المجتمعية، عندنا شراكة مع نادي الريان الرياضي صار لنا الحمد لله 3 سنوات، مشاركة رياضية وأيضاً رياضية ثقافية. بالنسبة طبعاً للمدرسة، إذا الطالب احتاج وسائل مساعدة رياضية نوفرها له.